الفنان محمود ياسين كان عرض يوسف شاهين على يوسف إدريس إنه يقوم بدور في فيلم الاختيار، لكن يوسف إدريس رفض واعتبر إن دي مغامرة. من منظورك ومرصدك، هل تعتقد أن يوسف إدريس يصلح ممثلا؟ استطراد صغير إنه سعد أردش روالي إنه لما كان طالب في الجامعة كان أيضا يعشق التمثيل. يعني هو مؤكد، لأنه مؤكد أنه يصلح، أو أنه يوما ما صلح وهو اللي سحب نفسه من الصلاحية، أو سحب الصلاحية عن نفسه. لأنه أنا بتصور أنه الفنان دايما جواه الأديب، يعني أو بمعنى أصح جواه أديب فاشل، فلعله يكون يوسف إدريس الأديب الناجح جواه ممثل بس مش فاشل، وإن كان سحب عن نفسه الصلاحية. أستاذ محمود ياسين، هل ترى أن يوسف إدريس لما بيقول أنه عنده بنت وعاوزة تمثل وبيعتقد أنه هو لو كانت موهوبة يبقى أسعد الناس، هل محمود ياسين شخصيا لو بنتك رانيا عندها موهبة التمثيل هل تعطيها هذا الحق؟ مؤكد يعني وبدون تردد، بالعكس يعني مش بس أعطيها الحق وأفرها تماما وأساعدها تماما، لأنه يعني يمكن أنا أكون أكثر الناس إحساسا بالمسألة دي، لأنه أنا في يوم من الأيام كنت حاسس أني أنا عندي استعداد أيا كان حجمه، ومحتاج من ينبته في أرض يعني صالحة وهذا النبت ينمو ويكبر. فدي كانت بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا أن أبحث عن هذه التربة ومقويات التربة والدفع بها إلى أن تزهر وتنمو. فأنا النهاردة يوم ما ألاقي بنتي عندها هذا الاستعداد، من المؤكد أني سأقف وراها، أرعى الموهبة وأرعى الاستعداد وأنمي وأروي إلى آخر الصورة دي. يوسف إدريس في مناقشة عن المرأة قال أن المرأة إحساس، وأن المسافة بينها وبين القرار مسافة مخيفة، لكن الرجل إرادة وقرار. تعليق. هو للوهلة الأولى يبدو كلام يعني صحيح 100%، لكن إن كان مفهوم المخالفة لي إنه المرأة على بعدها من القرار بمسافة كبيرة لا تستطيع أن تأخذ القرار، أتصور أن هذه مقولة يعني تبقى ضد التطور، ولا أتصور أن كاتبا عظيما زي يوسف إدريس يبقى ضد التطور. المرأة تستطيع أن تأخذ القرار، وإن كانت حساباتها للقرار تأخذ مسافة كبيرة يمكن ده يكون لصالحها، لأنه معنى أنها تتروى وتدرس وتنضج القرار قبل أن تحصل عليه أو تصل إليه. إذا كان مفهوم المخالفة وارد ضمن مقولة الأستاذ يوسف إدريس يبقى الرأي صحيح 100%، إن كان المقصود بأن القرار هو ملك للرجل وحده فأتصور أنها وجهة نظر يعني تبقى قاصرة. محمود ياسين قام بدور أكثر من دور في روايات يوسف إدريس، أفتكر أنه هم قاع المدينة، قاع المدينة وورق سيلوفان. تمام. من فضلك إيه السمات الشخصية لأبطال الدكتور يوسف إدريس من واقع المعالجة السينمائية اللي انت جسدتها؟ لعله يعني ان قاع المدينة يمكن يكون هو الموضوع اللي اقرب الى فكر واتجاه يوسف إدريس، يعني هو اللي نستطيع ان نصل من خلاله الى فكر الكاتب الكبير يوسف إدريس. لكن يمكن قاع المدينة كما قدم على الأقل، قصدي على ورق سليفان كما قدم، هو كان موضوع يمكن أقرب إلى أن يكون موضوع إنساني لأبطال يمكن يكاد يكونوا بيتحركوا في الهواء مش على أرضية اجتماعية. يعني في الوقت اللي كانت قاع المدينة أبطالها ناس نستطيع أننا نشوفهم في الحياة في واقعنا الاجتماعي من حوالينا، ممكن نشوفهم وممكن نعرف ايه اهتماماتهم، اتربوا ازاي، كبروا ازاي، تعلموا ازاي، نقدر نلاقي ملامح وابعاد لهذه الشخصية، ومن خلال هذه الشخصيات وابعادها نستطيع ان نرى مجتمع. على عكس على ورق سليفان، اتصور انه كان السلوس التقليدي في السينما على الاقل، بلاش في الرواية، و
وانا الحقيقه ما اقدرش اقول على الروايه حاجه لانها برضو الى حد ما يعني قصه قصيره جدا، لكن زي ما قلت ان قاع المدينه فيها اتجاه واضح انه الاستاذ يوسف ادريس كان بيناقش قضيه الفوارق الطبقيه وانعكاساتها حتى اللي تكاد تصل او تصل بكل تاكيد الى وجدان الناس، قد تحكم وجدانهم وسلوكياتهم، وده بيبان في شخصيه البطل انه يعني هو من طبقه اجتماعيه او من مستوى اجتماعي خلينا نقول، يعني بيتحرك من خلال طبقتين، هو مش في من الاثنين، مش من هذين المستويين او مش من هاتين الطبقتين، لكن بيتحرك في خلال العمل من خلال هاتين الطبقتين، فبيحصل نوع من الصدامات اللي بتنعكس على وجدانه ايضا على سلوكياته اللي بتخليه يصل على ما اذكر. طبعا انا بتكلم على روايه قديمه من مده يعني عملتها من حوالي 12 سنه تقريبا، فبيصل الى قرارات خاطئه تدمغ هذا البطل وتدينه، ويمكن يكون هو ده ما يقصد اليه الاستاذ يوسف ادريس. وانا اسف ان انا بتكلم على حاجه من غير ملامح، يعني بتكلم على روايه ومفيش قدامنا روايه دلوقتي. بسال يوسف ادريس عن محمود ياسين، فقال لي ان انا عايز اوجه له هذين السطرين. السطر الاول انه اتأنى بشده في اختيار ادواره، السطر الثاني قال لي لازم يبتدي يرفض الرد. طبعا يعني هي تبدو مقولة، يعني طبعا نصيحة عظيمة جدا اعتز بها، لكن وإن جاءتني من أستاذ عظيم اعتز بي وأنا اعتز بي جميعا يعني، لكن برضو أحب أقول له للأستاذ يوسف إنه المسألة بالنسبة لي ليست اختيار دور ولا تدقيق في اختيار دور، المسألة بالنسبة لي دايما اللي تحكمني دائما هي أني أدقق في اختيار اتجاه، اختيار موضوع، ماذا يريد الموضوع أن يقول، لمن يتجه، ولماذا نصنع عمل سينمائي، لماذا الفيلم، ما وظيفة الفيلم السينمائي. ده بيبقى السؤال نمرة واحد بالنسبة لي عندما أختار عمل فني أمثل فيه. قد يصل المسألة أني أرفض عمل في دور عظيم يفرح به غيري ويشوف أنه هيشخص فيه ما شاء له التشخيص، ويعني يبقى مشخصاتي شاطر يعني بيقول أنا واد ما فيش مني في التشخيص أهو، لكن الموضوع اللي بتقدم موضوع في رأيي عبيط، وللأسف المسألة بتنظر لها على أنه التشخيص كان كويس قوي والتشخيص عظيم والشطارة وما فيش أحسن من كده، لكن العمل في النهاية عمل يكاد يكون أبله أو عبيط. وأنا دي مسألة هي اللي بتشغلني أكتر من أني يتقال لي أنت واد شاطر وبتدقق في اختيار الشطارة والتشخيص الجامد، يعني أنا دي المسألة بالنسبة لي. ويمكن ده يعني ما أقدرش أدعي لنفسي برضو أن أنا يعني إذا كانت هي دي المعايير بالنسبة لي أني بنجح فيها دايما، لا قد أفشل، ومن هنا أعتز بالنصيحة لأني تصبح المقولة علي أن أدقق أكثر في اختيار الموضوعات وليس الأدوار. ليه اختار عبارة يبتدي يرفض؟ يبتدي يرفض يعني برضو كلام جميل، لكن تعليقي عليه أنه دائما مسألة الرفض دي محكومة بالمعيار اللي قلته من شوية، أنه أنا دائما ببحث عن موضوع أو اتجاه ووظيفة للعمل اللي أنا بقدمه، إذا لم أجد هذه الوظيفة وكثيرا ما لا أجدها، ولعلي لا أجدها يعني بنسبة 80 و90%، ومن هنا فأنا أرفض بنسبة 80 و90%، وده مش كلام يعني فض مجالس أو يعني قدام الكاميرا، ولكن ده حقيقي وحقيقي عبر 15 سنة فاتوا.